بفقرة صحح معلومتك لهذا الأسبوع رح نحكي عن موضوع فترة الاستراحة المناسبة بين الجولات التدريبية وأفضل وقت لأخذها، والكابتن ناصر الشيخ رح يعطينا المعلومات الصحيحة. أهلا وسهلا، اليوم رح نحكي عن الفترات المناسبة للاستراحة بين جولات التمرين. طبعا هذا الموضوع بيختلف من أشخاص لأشخاص، بيختلف على حسب الفتنس ليفل تبع الشخص، بيختلف على حسب الهدف من البرنامج اللي رح يلعبه. إذا كان التمرين بشكل تقليدي بالجيم بنلعب بنرتاح بنلعب بنرتاح، فبتوين إذا كان تمرين بالأوزان ممكن نحتاج بين الجولات لتقريبا ماكسيمم اللي هي 20 ثانية لنص دقيقة، وبالتالي إذا كان بين تمرين وتمرين ممكن نحتاج 45 ثانية لدقيقة، هاي بين التمرين. بس في ناس بتلعب على الفتنس ليفل تبعها، ممكن يكون التمرين مش أوزان، ممكن يكون التمرين كارديو، فبالتالي هو بيحتاج إنه يقلل من فترات الراحة عشان يرفع الليفل وعشان يضل محافظ على نبض القلب إنه يكون عالي. فهون بالتالي ممكن يشتغل مثلا نص دقيقة تمرين معين ويريح فقط 10 ثواني، فهي بالتالي هو بيلعب على الفتنس ليفل، فما بنقدر نوحد بفترات اللي هي الراحة. فإحنا هون في المرحلة هاي على الناس الأدفانس بنحكي إنه لازم يقللوا من فترات الراحة بين التمارين. إحنا بننصح بهذا الموضوع حتى لو كان الناس بالجيم. ليش؟ لأنه الناس هلأ في الوقت الحالي بيروحوا على الجيمات كثير، بيلتهوا مع أصدقائهم كثير، بيلتهوا بالتليفون، فهذا الحكي بيقلل الفائدة تبع التمرين، وأحياناً بيضطر الواحد يريح فترة طويلة جداً، فبالعضلة نفسها اللي كان يشتغل عليها بتبرد، فبرجع بيجي بده يدربها من جديد، فكأنه بلش من أول جديد، وممكن تكون بوضع غير آمن لأنه هي يعني مش جاهزة صفت للتمرين، بده يرجع يحميها بعدين يرجع يبلش، فممكن بهاي المرحلة كمان يأذي حاله بشكل أكبر. فإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي المعلومة، لازم نحمي كويس، نشتغل تمريننا بشكل مناسب وبوقت راحة مناسب على أساس تكون الفائدة أكبر، ويعطيكم ألف عافية.